يكلف الطعام ما بين 800 إلى 1100 يورو شهرياً. الفترة اللي فاتت كان في جدل وضجة كبيرة جدا أثارها حزب الحرية اليميني بسبب الأسرة السورية اللي بتتلقى 4600 يورو من المساعدات الاجتماعية. وإحنا في عمرك فكرت؟ فكرنا نسأل شات جي بي تي عن متوسط دخل الأسرة عشان نشوف رأي الذكاء الاصطناعي المحايد في الموضوع ده. يلا بينا. ممكن تقولي لي هل 4600 يورو ممكن يكفوا أسرة مقيمة في النمسا في فيينا مكونة من أب وأم وسبع أطفال ولا لأ؟ هل المبلغ ده يكفوهم ولا لأ في الشهر؟ حسناً، خلينا نحسب الأمر بشكل تقريبي. من السكن في فيينا شقة كبيرة تتسع لعائلة من 9 أفراد قد تكلف ما بين 1500 إلى 1000 يورو شهرياً مع احتساب الفواتير الأساسية كهرباء، ماء، وتدفئة. ديرو الطعام. إلى نحو 4000 إلى 4500 يورو شهرياً، مما يعني أن ظرف يورو قد تكون كافية بالكاد، هنا قد لا تترك مجالاً كبيراً للإدخار أو الطوارئ. ومعانا النهاردة عبد القادر اللي هيجاوبنا النهاردة على نفس الأسئلة اللي هنطرحها على تشات جي بي تي. وطبعا عايزة أقول إن الأجوبة بتاعة تشات جي بي تي وأجوبة عبد القادر النهاردة لا تمثل أي شيء غير إن هما ده رأي عبد القادر ودي طبعا إجابة تشات جي بي تي، ما تمثلش أي ستاندرد للعائلات، وكل واحد طبعا كل حالة وكل أسرة تختلف عن الأخرى، ليهم المشتريات بتاعتهم وليهم طريقة التسوق بتاعتهم، فلا تنطبق على الجميع. ونبدأ بالسؤال الأول لتشات جي بي تي. ممكن تقولي لي إيه هو متوسط دخل الأسرة المقيمة في النمسا وليكن مثلا فيينا لأسرة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين للعيش بحياة كريمة؟ تقدير متوسط الدخل الأسرة في فيينا العاصمة النمساوية يعتمد على عدة عوامل مثل نمط الحياة وعدد الأفراد العاملين في الأسرة والقطاع الذي يعملون فيه، ولكن بشكل عام يقدر أن متوسط الدخل الشهري لأسرة مكونة من 4 أفراد يتراوح بين 3000 إلى 4000 يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية. هذا يشمل تكاليف السكن والطعام والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية، لكن طبعا هذه مجرد تقديرات وقد تختلف وفقا للظروف الشخصية وأسلوب الحياة. طيب ناخد مثلا مبلغ 3000 أورو متوسط دخل الأسرة، وزعي لي 3000 أورو دول على الشهر، هتوزعيهم لي ازاي؟ إذا أخذنا 3000 يورو كمتوسط دخل شهري فسيكون توزيعها التقريبي على النحو التالي: السكن حوالي 1200 إلى 1500 يورو، ويشمل ذلك الإيجار والمرافق مثل الكهرباء والماء والتدفئة. الطعام حوالي 500 إلى 700 يورو. المواصلات حوالي 200 إلى 300 يورو شاملة تكاليف النقل العام أو البنزين للسيارة. التعليم والرعاية الصحية قد تحتاج إلى تخصيص حوالي 200 إلى 400 يورو. الترفيه والتسوق حوالي 200 إلى 400 يورو. هذا تقسيم تقريبي ويمكن أن يختلف بناء على الاحتياجات الشخصية وأسلوب الحياة. طيب يعني ما سبتلناش أي مبلغ للمدخرات؟ أنت محق. من المهم أيضاً تخصيص جزء من الدخل للمدخرات. عادة يوصى بتخصيص حوالي 10% من الدخل للمدخرات. إذن من 3000 يورو يمكن تخصيص حوالي 300 يورو شهرياً للمدخرات. هذه المبالغ قد تكون مفيدة للطوارئ أو للمستقبل. شكراً على التذكير بأهمية الادخار. ايه رايك يا عبد القادر، انت كرب اسره، انت كمان اسرتك كم فرد؟ 5 افراد، انا وزوجتي و3 اطفال. تمام. فهو كلامه على اسره اب وام وطفلين، متوسط الدخل يكون حياه كريمه بين 3000 و4000 يورو، محق بالكلام هذا تماما كمتوسط مش حد ادنى. كمتوسط
بس هو بالغ بشيء، انه السكن يعني 1200 ل 1500 يورو، هذا الكلام مبالغ فيه. يعني معدل السكن للعائلة اللي عندها طفلين، يعني حتى لو بده ياخذ 3 غرف ولا كذا، يعني 1000 أورو مع فواتير مع كذا، 1200 أورو يعني كسقف أسرة أب وأم وطفلين. تماما. مصروف 500 يورو، لا المصروف أكثر من كذا، المصروف تقريبا يعني من 700 ل 800، 850 أورو، 900 أورو. المواد الغذائية تماما والسلة تماما، لأنه احنا اليوم بالوضع اللي عايشينه بالوقت الحاضر، بتعرفي انت الأسعار وكيف سابقا الكلام، نعم السلعة اللي كانت بأورو قبل سنتين اليوم صارت بـ4 أورو. نعم بالمواصلات، المواصلات في حوا حاطة 300 يورو أو 200 يورو، لا ما فيها. يعني اليوم المواصلات اللي قاعد مثلا على المساعدات كأب وأم، مواصلاتهم 36 يورو بالشهر، اللي بيشتغلوا مواصلاتهم معدل يمكن 33 أورو بالشهر، فيعني لو 65 مثلا أورو. يعرس كارت وسنوية أيوة، وكذا. يعني نعم مش أكثر من 60، 65 يورو يعني نعم بالشهر، نعم يعني 200 يورو مبالغ فيه. بالضبط. والأطفال كمان يبقى لهم الأطفال تذكرة أتوقع، خاصة يعني. أتوقع والله بصراحة، أنا حتى الآن، حتى الآن ما في تذاكر للأطفال عندي، يعني أطفالي ما بعرف، لأنه أكثر الناس سألنا، ناس تقول في، ناس تقول ما في، فما بعرف هذه، حتى لو في بس مو بالأسعار هاي، يعني الأطفال تماما، يعني لا هو أكون نص يعني القيمة. الأطفال ليهم تذكرة سنوية كمان ممكن توصل لـ80 80 أورو 90 أورو تقريبا. تماما، يعني بالسنة يعني معدل بالشهر 7 يورو، يعني نعم مش أكثر من كذا، يعني طفلين 14 يورو بالشهر، نعم وأب وأم 65، يعني 80 يورو، يعني مش 200 نعم يورو. التأمين الصحي والتعليم، التأمين الصحي والتعليم بالنمسا مجانا، يعني يعني مثلا تقول لي كده إجمالا تعطي الأسرة أربع أفراد متوسط دخل كام؟ 3000 أورو يعيشوا عيشة كريمة، عيشة محترمة نعم تماما. يعني أنا بالنسبة لي يعيشوا عيشة، ويعرفوا برضو يدخروا ويدخروا 10%، يعني 10% ل 15% تماما. وانتوا شاركونا، تحبوا نسأل الذكاء الاصطناعي كمان؟ اكتبوا لنا في التعليقات أي سؤال يجي على بالكم. إلى اللقاء مع سؤال آخر. عمرك فكرت؟ ريم أحمد.